فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نسمع بين كل فترة وأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي من يحلل بعض ما حرم الله فيتبعه بعض الناس، هل هذا داخل في قوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ إيه نعم، داخل من باب أولى. وقد يكون ما يبث وما هو من أقوال العلماء، إنما من أقوال المتطفلين على العلم والمتعالمين، فلا يقبل في المواقع ولا في غيرها إلا ما صح به الدليل وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.